توقعات إيجابية في مضمونها، حذرة في تفاصيلها. هكذا بدت تقارير العديد من المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية التي صدرت خلال الأيام الماضية، وتحدثت عن توقعاتها لمؤشرات الاقتصاد المصري ولمدى قدرته على مواجهة العديد من التحديات التي فرضت عليه جراء الأزمة الأوكرانية. البداية مع صندوق النقد الدولي، والذي رفع توقعاته للنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 5.9%، ولكنه خفض النمو المتوقع في العام المالي المقبل إلى 5% مع ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 11%. الصندوق أكد أيضا ضرورة أن تواصل مصر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، وأن تعمل على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأكثر احتياجا. أما وكالة فيتش فثبتت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى بي موجب مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولكنها حذرت من ضعف السيولة الخارجية بسبب الاعتماد بشكل كبير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين. كما أكدت أن ارتفاع أسعار الغذاء سيمثل مزيدا من الضغوط على الميزان التجاري لمصر. وكالة ستاندرد أند بورز أيضا ثبتت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى دبل بي مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 5.7%، ولكنها حذرت من ارتفاع العجز المالي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. وأكدت ضرورة أن تواصل مصر العمل على ضبط أوضاع المالية العامة عبر استخدام سياسة سعر الصرف وأسعار الفائدة. ورغم هذا التفاؤل الحذر، إلا أن كل المؤسسات الدولية اتفقت على ضرورة أن تواصل مصر الإصلاحات المالية والنقدية، وأن تستمر في دعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري. ياسين الجوهري، سكاي نيوز عربية، القاهرة.